اعطونا استكانة شاي للمعلم ايوب. مرني الله يوفقك. والله ما انا غيرك طلع فاروق مسكين. انا ما خصني خالي. كيف ما خصك خالي؟ ما هني حاطينه مشان قصه القهوه تبعه. يا خالي انا ما اشتكيت على حدا، بعدين اتركهم يومين ثلاثه بيطالعوه. على كل حال انا اللي مضايقني بالموضوع، وعزه الله محروق قلبي عليك لانه ما كملت فرحتك. لي الله خالي لي الله. ولا يهمك، راح اعطيك البيت تسكن فيه لوحدك. مش كان عينك ببنت خالك كريمة لحد هلا مر اليوم المساء، توب كتابك عليها وبتروح تسكن انت وياها بالبيت الجديد. جد عم تحكي خالي؟ لك لحتى تعرف انه بيني وبينكم ما في شيء. بس طيب خالي كيف بدي فاتح ابي بنوب؟ لك العم ضربك، ليش ابوك سائل فيك؟ انا ما خصني بابوك بنوب، ايش كان بدك الموضوع يتم؟ تيجي لوحدك، فهمان؟ امرك خالي امرك.